المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بوليا بأسلام تتابك جلتنبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي في رحمة النساء سن الهجرات يبوليا إيه إن شاء الله تعالى يا ربي في الفيديو فيديو قبابا كان مناسبة يوكي أما جي أما كي سجر كان جي رمضان العشر عشر الأواخر كأما أما إيه نورا جي سي سي نو إيه جي رو تسيني جي حرار را كان قباب بعد بوليا كي يا ورا يادة اتفايا مو ربي نواتاسيسو بوليا كي يا جيني كون فاديلا فديلا قدوك أبو جي أبو

isiini ji'i leela qadirri halkan guyyaa halkan tokkittii leelaa qadirri leelaan sadarkaa qabdu kun ji'a kuma tokko irra caaltii jedha booleyan kii kanaafuu cibaadaa ji'a kuma tokko irra halkan tokko keessa yoo rabbiinu waafaqee argachuu jechuun waan umurii guutuu leenamii osoo dalagee bira gahuun dandeenye jechuudha kanaaf booleyan kii jinni kun ji'a fadilaa ilaa sadarkaa guddaa qabu waan ta'eef of dabarsuun ni barbaachisu. إيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة الرأودي سترتي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رسول ربي عائشة رضي الله عنها يو أجيني كرنان كنسينو كرنان شد مئزره مرتو إسا يوكي هدنا مرت فتاجد وأحيا ليله هل كان ساس أم عبادة؟ لأن هل كان عبادة أن جري سجد؟ خن بيتاميت أم وأي قط أهله؟ أكم كان ور ما إساللي عبادة؟ هل كان كان عبادة أن جري أشطرت؟ وما تيساللي ج أكان كيس عبادة أن كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرتكاز جد. خن أبو بليانكي أكم كان نبي ربي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. عشر الأواخر رمضان جاء كرنام بودا رمضان كان كيسا كججبات رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره وان جي اوتا سنججبان ججبان نجي ابودا كان كيسا اي رسول ربي عبادة رت ججبات جتشور انا ديس رسول الله صلى الله عليه وسلم كنافو افو بولي ينكي جي نقول ومالي نران كن دبر روا مالي فائداتكم مالي مغفرة معصياء ما كنيا إيه خيري دنيا في آخرا كيسا جرت وكيسا بوجو أن نملك كنورندا بره آية براء أمر تأمر ربي نكجر إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ربنا آياتك نكيسة تكجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة قرآن هل كان بركة فمتو كان كي سبوف نجد ثم هل كان هي ليلة القدر هل كان ليلة قدريتي فيها يفرق كل فيها يفرق كل أمر حكيم للأمس هل كان كان كي سا أمرين هندوي هل كان كان كي سا الدم با وني كان كي تطور أفديم وقا وري مفسر توتا إفسانيتي وني وقا كان كي سا تأرقم كان هل ليلة القدر كان أدى أم بافا إيه. إيه. قال ابن عباس رضي الله عنه عبدالله الله بن عباس يكتب من أم يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر أم الكتاب لوح المحفوظ الراء إيه. هل كان كن كيس بر فماجر غرا قال ما ملائكة ورا أمرينا ما أولي قال أمرين شو ما كتبان الرتي قال مي ليلة القدر كان كيس لوح المحفوظ الراء تدبر فماجد ما يكون في السنة وني وقا كان يكسطو راف ديمو من موت وحياة ورزق في جرين نافي هيرين ما بلطو في دبطو لن حل كان كان كيسا لو حل محفوظ من ملائكات دب ججير ماجد ومطرين حتى روبة أبو في روبة أرغتو لن وحج حج أرغتو في أغرور لن يقال فلانو يحج وفلانو يحج يحج إلا حل كان كان كيسا دبر فماجد وقال في هذه الآية

خيري جاء كان جرتو بوجي أتشو إسام أتشو قرآن <applause> كراودان استغفار ربنا كراودان ثواب ربي تدبرودان ذكر ربنا ذكرودان خيري جاء كان جرتو صدقة صدقة أنواع خيري طريقة خيري جرتو هندومانو جاء كان كيسا بوجي أتو ربنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيدا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمي كل الليلة قدري أنا كيس نمني ليلة القدر أنا كيت سد صلاة أن غفر إيمانا واحتسابا ربي ربي الأقوم سواب ربي أي غفرت ساتي كوبي سكان الأقوم سه آبته ساكن مربي رتهر جهر رجاتنا غفر له ما تقدم من ذنبه بدي سارة وندبر هندا يسارة رماج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنافو بوليانكي أكنون دبره أهم سنين سنين كابو

إبدا جهنم من رعاتك أمو ور ربو غو ربنا وجن رعاتك أمو ور كيس ربنا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته